الحق والإيمان فتفقهوا في جرة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم. أعزائنا المشاهدين، في هذه الليلة، الليلة 19 من شهر رمضان المبارك، أول ليالي القدر، والليلة التي في صبيحتها في يوم الفجر منها استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. برنامج هداية السائل، نجيب فيه على أهم أسئلتكم الفقهية حول الصوم وشهر الصيام إن شاء الله، عبر الاتصال على هواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم نذكر المشاهدين الكرام ببعض أحكام الصيام. ومن أحكام الصيام أحكام صوم المسافر. الحكم الأول، المسافر الذي يجب عليه القصر في الصلاة يجب ألا يصوم. كل مسافر يجب عليه القصر يجب ألا يصوم. زين، متى إذن يجب على المسافر القصر؟ إذا قطع المسافة. المسافة الشرعية للسفر هي 44 كيلو متر طولي، بالطول 44 كيلو متر فأكثر. أما إذا كانت ملفقة فتكون 22 كيلو متر، يعني 22 كيلو متر روحة و22 كيلو متر جية، فتصير بمجموعها 44 كيلو متر. فإذا أنشأ مسافر سفرا سواء تلفيقيا مثل هذه، أو إذا كانت مثلا طولية 44 كيلو متر، فيكون في هذه الحالة هو مسافر ويجب عليه أن يقصر في الصلاة. في هذه الحالة المسافر إذا قطع المسافة 44 كيلو متر ولم يكن طبعا من أهل البدو أو تاجر أو عمله السفر، يعني هذه الشروط، شروط المسافر كلها منطبقة عليه، ولا أن يكون مقيما مثلا في مكان واحد 10 أيام فأكثر، في هذه الحالة وصف السفر وأنه مسافر ينطبق عليه. في هذه الحالة لا يصوم، لا يقصر عليه أن يقصر في الصلاة، ويجب عليه أن لا يصوم. أما المسافر الذي يتم في الصلاة، طبعا نسينا نذكر لكم أن المسافر يجب عليه أيضا لا يكون سفره سفر معصية، لأنه بسفر المعصية أيضا في هذه الحالة هو مسافر ولكنه يتم في صلاته إذا كان سفره سفر معصية. فينبغي على المسافر أن يكون سفره سفر طاعة ولا يكون سفره سفر معصية. أسأل، ربما يسأل الواحد من المكلفين ما هو سفر المعصية. سفر المعصية إذا أنشأ سفرا من بلده
ويريد به مثلا أن يصل إلى مكان حتى يقتل شخصا مثلا، أو ليشتري خمرا، أو ليشتري خنزيرا جلكم الله ويأكله مثلا، وأي أمر آخر من الأمور التي تعد معاصي في نظر الشارع، إذا سافر إليها الإنسان سفر هذا يكون سفر معصية. أما غير هذه الأشياء تكون السفر سفر طاعة حينئذ. زين، المسافر الذي يتم في الصلاة شلون يكون هذا مسافر ويتم في صلاته؟ طبعا عندنا فئتين أو لربما ثلاث فئات من البشر هذا يتم في صلاته، مثل أن يكون عمله في السفر، عمله في السفر يعني تاجر، فعمل التاجر البيع والشراء، بيعه وشراؤه يكون بواسطة السفر من هذه المحافظة إلى هذه المحافظة، من هذا البلد إلى هذا البلد، وهكذا كل ما يسافر إلى منطقة بغية البيع والشراء يبيع عليهم ويشتري من عندهم، يبيع عليهم مثلا أشياء جايبها وياها من المدينة ويشتري من عندهم أشياء هم مثلا يزرعوها مثل حنطة شعير غيرها من الأمور اللي هم يبيعوها، من بلد إلى بلد يسافر لأجل التجارة. هذا هاي الصورة اللي نقلتها لكم هي صورة قديمة للترحال لأجل التجارة. الصورة الحديثة مثلا يسافر مثلا من محافظته من كربلاء، هو مثلا تاجر مفرد يروح حتى في سبيل يجيب بضاعة مثلا من تاجر الجملة، أو أبعد من ذلك يروح يجيب مثلا بضاعة من بلد المنشأ، وهكذا يسافر من بلد إلى بلد لأجل تحصيل البضاعات ويجيبها إلى بلده لكي يتاجر بها، يبيع ويشتري. هذا النوع من يعني أصناف الناس من يكون عمله في السفر في هذه الحالة هذا يتم في صلاته. أكو آخر أيضا فئة أخرى وصنف آخر من الناس عمله السفر، يعني هو بأصل عمله دائما مسافر، قبل أو حتى الآن في بعض الرسائل العملية للأعلام حفظهم الله من المجتهدين والمراجع المتصدين يكتبون مثلا المكاري. المكاري يعني المقصود بها هذا الذي يؤجر دوابه إلى الناس، دواب جمع دابة، هذا يؤجر دابته إلى الناس في سبيل أن يكتري عليها، يعني يحملون عليها، أو مثلا هم يحملون أنفسهم عليها يركبوها ويرحلون من بلد إلى آخر. الآن في هذا الوقت ما عندنا بعد شخص مثلا بهذا العمل، عندنا سواق عندهم سيارات كبيرة أو صغيرة يحملون الناس من بلد إلى بلد بسياراتهم، هذا أيضا شغل المكاري. زين، هذا عمله السفر، فمن كان عمله السفر أو عمله في السفر كالتاجر فإنهما يتمان في صلاتهما. هذا الذي يتم في صلاته يجب عليه أن يصوم. زين، عندنا فئة أخرى أيضا، المقيم مثلا في بلد ما، سواء كان بلده أو غير بلده، سواء كان بلده أو غير بلده، إذا أقام 10 أيام هذا عليه أن يتم. مثلا سافر من بلده إلى بغداد أو إلى أي مكان آخر وهناك نوى أن يقيم 10 أيام، إذا نوى أن يقيم 10 أيام حتى وإن كان في غير بلده هذا عليه أن يتم في صلاته وفي صيام، أيضا يجب عليه أن يصوم. زين، في هذه الحالة هذا المسافر كالتاجر
أو من كان عمله السفر كالسائق أو المقيم مثلا في بلد 10 أيام. هذا إذا في الشهر الواحد سفرات تكون مثلا 10 سفرات، أو سافر سفرة واحدة بس لمدة 10 أيام، هذا يكون سفره أكثر من حضره. فمن كان سفره أكثر من حضره يقال له كثير السفر، وكثير السفر دائما يتم في صلاته وفي صيامه كذلك. لكن يشترط أنه حينما ينشئ السفرة الأولى فال10 أيام الأولى من السفرة يقال لها السفرة الأولى، السفرة الأولى يقصر فيها لذلك لا يجب عليه الصوم. السفرة الثانية يتم فيها فيجب عليه الصوم حينئذ. هذا اللي هو كثير السفر. زين، أيضا من أحكام صوم المسافر لا إشكال في السفر في شهر رمضان، ولكن يكره السفر إذا كان للفرار من الصوم، مكروه إذا كان لأجل الفرار من الصوم يكون مكروه. هذا الكلام وين؟ في أيام شهر رمضان ما عدا اليوم الأخير المشكوك، هل هو من رمضان أم من شوال؟ نعم، لدينا اتصال هاتفي. مصطفى من كركوك، اتفضل أخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم إن شاء الله. سيدنا الله يستر عليك، رحمة الله والديك. نعم. إن شاء الله. سيدنا أنا جند كزمة بإيران. نعم. قبل رمضان كان عندي سفرة لي هناك للعلاج، بقيت هناك بس ما نويت أبقى 10 أيام مثلا، بس شنو صادف رمضان هناك، يعني أول يوم رمضان بإيران. بل طيب شلون الجسم الـ5 أيام، بقيت 5 أيام هناك يعني. بس أنت ما ناوي أيام. ما ناوي فيها أنه تبقى 10 أيام هناك، ما ناوي. طيب في هذه الحالة أنت تقصر في صلاتك إذا كنت يعني. نعم، إذا تقصر في صلاتك لا يجب عليك الصيام. نعم. طيب يعني يعني الـ5 أيام هناك، يعني الـ5 أيام بقيت هناك. الـ5 أيام هذه تقضيها بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله سيدي، يعني هاي الـ5 أيام أنا على سفر يعني. إيه بلي، تقضيها بعد رمضان إن شاء الله. نعم. رحم الله والديك والديك. أهلا وسهلا ومرحبا بك إن شاء الله. نعم. ولا إشكال في السفر في شهر رمضان، ولكن يكره السفر إذا كان للفرار من الصوم. قلنا أن الفرار من الصوم في أيام شهر رمضان عدا اليوم المشكوك بين أن يكون من رمضان أو 1 شوال، يعني يوم العيد. في هذه الحالة هذا اليوم يوم العيد لربما يكون هو 1 من شوال، ولربما يكون 30 من رمضان، يعني إكمال العدة. أو بعضهم مثلا شايفين الهلال فيكون يوما مشكوكا، ماذا يفعل؟ إما أن يصومه، لربما صام يوم العيد وما يدري. هو لو كان يدري مثلا يعمل على تكليفه، لأن الهلال هذا الهلال يثبت بواحدة من 4 أو 5 طرق، إما أن يرى الهلال بنفسه، وإما أن يشهد عنده شاهدين عدلين مثلا قد رأي الهلال فيشهد، يقول له احنا شفنا الهلال، وممكن انه على شهادتهم يبني على ان الهلال ثابت. او بالشياع المفيد للاطمئنان مثلا، او اذا كان مثلا
المكتب، مكتب المرجع اللي هو يقلده، للإشارة الأولى قدر مثلا يثبت بها الهلال يعني رؤية العينية، ولا الشهود ولا الشياع، ذن ثلاثة ما ثبت عنده، فما يبقى عنده غير شنو؟ بيان المكتب المرجعية اللي هو مثلا المرجعية اللي يتبعها. حتى هذا البيان ما سمع به، فصبح ثاني يوم مثلا صائم، بس ما يدري هل هو هذا من رمضان ويكمل صيامه، أو هو مثلا من شوال ويوم العيد ويحرم صومه، فماذا يفعل؟ هنا يستطيع أن يفر منه، هنا ليس فرارا من الصوم، وإنما فرار من الوقوع في الحرمة اللي هي حرمة صيام يوم العيد، فيستطيع أن يخرج من البلد 22 كيلومتر وهناك يشرب ماء أو يأكل شيء يفطر يعني، ثم يرجع إلى البلد مفطرا، وبعد ذلك يشوف مثلا أن هذا اليوم هل هو يوم الأول من شوال أو آخر رمضان. بلي نكمل إن شاء الله معكم هذه الأحكام، لكن أعزائنا المشاهدين نحب أن ننوه للمشاهدين الكرام من الصائمين والصائمات ومن المؤمنين والمؤمنات أن ما بين الحرمين الآن هناك مواكب المشق كما يقال عنها لإحياء هذه الليلة وليلة القدر، هو بالأساس لكن هي بالأساس ليلة جرح أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك احنا نعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة الأليمة، مناسبة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، أو مناسبة هذا اليوم هو مناسبة الجرح. الاستشهاد هو يوم 21 من هذا الشهر يعني بعد يومين، لذلك ما تسمعونه الآن من أصوات العزاء هي أصوات مواكب التطبير، مواكب المشق التي بين الحرمين، فلذلك احنا حبينا ان ننوه الى هذه المسألة. بلي من الأحكام ايضا، احكام السفر او المسافر، ننتقل إلى أحكام أخرى غير أحكام المسافر، وكثيرة هي أحكام الصوم، هناك أحكام كثيرة. بالأمس ذكرت لكم بعض الأحكام على نحو السرعة لأنه لم يكن لدينا وقت كافي لذكرها، من لا يجب عليه الصوم، وقلنا الشيخ والشيخة مثلا، وذو العطاش مثلا، والمرضعة القليلة اللبن، والحامل المقرب، ونقاط أخرى أيضا ممن لا يجب عليهم الصيام. حينما نقول لا يجب عليهم الصيام أي أنهم يجوز لهم الإفطار ويقضون هذا اليوم بعد رمضان أو بعد زوال العذر، فإذا زال العذر عنهم يجوز لهم حين ذاك قضاء هذه الأيام ودفع فدية لقاء كل يوم من هذه الأيام التي فاتتهم من صيام شهر رمضان. الفدية طبعا 3/4 الكيلو من الطحين، طحين الحنطة، طحين الشعير،
أو 3/4 كيلو من الرز يعني التمان، أو 3/4 كيلو من التمر مثلا، أي نوع من أنواع التمر، هذه عن كل يوم تدفع إلى الفقير. زين، نأتي على أول مورد هذا الذي لا يجب عليه الصوم، الشيخ والشيخة. نحن نقول الشيخة بس هي بلفظتنا العامية يعني العجوز، يعني التي بلغت المرأة أو الرجل اللذان يبلغان من العمر عتيا، يعني بحيث أنه الكبر بلغ بهم حد لا يستطيعان معه الصوم. الذي لا يقدر على الصوم أو كان الصوم شاقا عليه لشيخوخة مثلا، هنا لم يجب عليه الصوم. طبعا مو فقط الشيخوخة، حتى الإنسان العادي إذا وصل به الصوم حدا لا يطاق، يعني الطبيعة البشرية بعد ما تتحمل الصيام للفرد هذا، ها مو مجرد انه اذا عطش يعني خلص بعد ما يتحمل، لا، احنا اللي نقول المشقة، هاي المشقة الزايدة مثلا، هذا ايضا يجوز له الافطار وقضاء هذا اليوم بعد رمضان. لكن الشيخ والشيخة، الشيخوخة بحد ذاتها سواء كان للرجل او للمرأة، هذا لم يجب عليه الصوم، ويلزم مد من الطعام عن كل يوم على الأحواض. زين، هذا أول قدر. الثاني ذو العطاش، والمقصود بذو العطاش يعني لمرض ما لا يستطيع الاستمساك إلا أن يشرب الماء، وإذا ما شرب ماء يتعرض إلى انتكاسة صحية. هذا ذو العطاش يعني دائما يشرب ماء، ما يقدر يترك عن الماء. بالي لدينا اتصال هاتفي، شهيد من واسط، تفضل أخ شهيد. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد بس على ليلة القدر اليوم. بلي إن شاء الله، اليوم هي أول ليالي القدر. بلي، شلون صلاة الفجر سيد؟ أكو نوعين من الصلاة، أكو صلاة 50 ركعة بالحمد، وإذا زلزلت الأرض زلزالها 50 ركعة تقرأ بها الحمد، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، تمام؟ هذه أول، هذا أول صلاة. الصلاة الثانية ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد 7 مرات، هذه صلاتين، ثم بعد ذلك تدعو بعدها بدعاء ورفع المصاحف، أيضا دعاء رفع المصاحف في هذا اليوم. نعم أخ شهيد. نعم، أشكرك يا سيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بك. زين، ذو العطاش هذا يجب عليه الصوم، ولكن يجوز له شرب الماء فقط مع نية الصيام، ويلزم أن يعطي بدل كل يوم مد من الطعام. زين، هذا بالنسبة لهذه اللي قرأتها الآن لكم في حكم ذو العطاش، أنه يجب عليه الصوم و يجوز له أن يشرب القليل من الماء مع نية الصيام. هذه الفتوى بالنسبة للسيد آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي حفظه الله. هناك أعلام آخرون يقولون إن في ذو العطاش حكمه حكم الشيخ والشيخة، يعني لا يجب عليه الصوم وعليه مد من الطعام على الأحوط. بلي، النقطة الثالثة، المرضعة القليلة اللبن، يعني هي مرضعة وليس لها أو ليس عندها مثلا لبن كثير أو حليب، احنا نقول عنه بس هي اللفظة الفصحى لبن، يقال للحليب لبن.
هذه المرأة المرضعة سواء أرضعت جنينها طفلها أو طفل غيرها، إذا هي قليلة اللبن ويضر بها الصوم عليها أو على رضيعها لم يجب عليها الصوم وتدفع مد من الطعام. بل وتقضي طبعا بعد ذلك، يعني بعد مرحلة الرضاعة أو بعد رمضان تقضي ما عليها من الصيام. وكذلك الحامل المقرب. الحامل المقرب، شنو المقصود بالمقرب؟ المقرب يعني حان وقت ولادتها أو هي في أشهر الولادة. أشهر الولادة كما يظنها البعض أنها الشهر التاسع، هذا هو لما نقول إحنا شهر الولادة أول ما يتبادر إلى الذهن هو الشهر التاسع، لكن أشهر الولادة مو الشهر التاسع، أشهر الولادة السادس والسابع والثامن والتاسع، هذه الأربعة أشهر هي أشهر الولادة. فإذا قلنا أنه الحامل المقرب تعني بها أشهر الولادة، يعني المقصود بها هذه الأشهر اللي هي الرابع، عفوا السادس والسابع والثامن والتاسع، هذه هي أشهر الولادة. هذه الحامل المقرب لا يجب عليها الصوم وتدفع مد من الطعام وتقضي. زين، إذن صار عندنا أربع تحديدات بالنسبة من الذين لا يجب عليهم الصوم وإنما يقضون بعد ذلك، يجوز لهم الإفطار ويقضون بعد ذلك. خمسة، المرأة التي لم تتمكن من الصوم في سنة بسبب الحمل أو الرضاعة ولم تتمكن من قضائه في نفس السنة لنفس السبب، أيضا لا يجب عليها الصوم ولا قضاؤه، ويجب عليها أن تعطي للفقير عن كل يوم مدين من الطعام، مد بعد رمضان ومد آخر للسنة هذه اللي ما قضت بها، أي قبل رمضان الآخر. في هذه الدقائق الأخيرة أعزائنا المشاهدين نقرأ عليكم أعمال هذه الليلة للعلم بها. عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى فيها 50 ركعة كل ركعة بالحمد وإذا زلزلت كان كمن حج 100 حجة واعتمر 100 عمرة وقبل سائر عمله. والأولى في هذه الليلة وليلة 21 والليلة 23 أن يصلي 2 ركعة بالحمد 1 وقل هو الله أحد 7. في هذه الحالة طبعا إذا فرغ من صلاته استغفر الله 70 مرة. أيضا عن النبي ورد أن من صلى هذه الصلاة في ليالي القدر لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله له ملائكة إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. أيضا يستحب في هذه الليالي دعاء التوسل بالقرآن، يعني دعاء رفع المصاحف، وأيضا يستحب زيارة الحسين عليه السلام، كذلك يستحب قراءة دعاء اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا، هذا الدعاء المروي عن الإمام السجاد عليه السلام، كذلك يستحب قراءة هذا الدعاء في هذه الليلة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا بينهن ولا تحتهن، إله يعبد غيره، لك الحمد حمدا لا يقدر على إحصائه إلا أنت.
إلى هنا أعزائنا المشاهدين نودعكم ونأمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في جرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.